بداية وباسم قيادة دولة الإمارات حكومة وشعبا نتقدم إليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية العربية السورية الحبيبة. ويسعدنا أن نلتقي بكم اليوم للوقوف على ما تم إنجازه في عملية الفارس الشهم 2 بعد مرور 70 يوما منذ إطلاقها في اليوم الأول لوقوع الزلزال المدمر في 6 فبراير، وذلك بتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، للوقوف إلى جانب الأشقاء الذين تضرروا ودمرت منازلهم وأصبح كثيرون منهم دون مأوى. نستعرض أمامكم الآن هذا الفيديو الذي يسلط الضوء على محطات من عملية الفارس الشهم 2 في سوريا. من بداية الزلزال في 6 فبراير الماضي تحرك فريق الإمارات للبحث والإنقاذ للبحث عن الناجين تحت ركام الأبنية المتساقطة، وبعدها أهدت دولة الإمارات معدات البحث والإنقاذ لصالح الدفاع المدني السوري. زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سوريا للاطمئنان على الأوضاع في سوريا بعد الزلزال، وأشاد بالدور الفعال لفرق الإنقاذ والبحث الإماراتية ضمن جهود عملية الفارس الشهم 2. وكان الدعم مستمر للقطاع الطبي، سلم الوفد الطبي الإماراتي مستلزمات طبية وأدوية لوزارة الصحة السورية، وأهدت دولة الإمارات 10 سيارات إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة التقنية لتعزيز الخدمات المقدمة للمتضررين، وكذلك تقديم المستلزمات الطبية لعدد من المستشفيات في سوريا، وتحويل 10 حالات مصابة إلى الإمارات لتلقي العلاج. ومن ضمن مبادرات الفارس الشهم 2 تم تسيير 176 طائرة و3 سفن شحن محملة بالمواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية بوزن أكثر من 10,000 طن. مشروع تجهيز 1000 وحدة سكنية مسبقة الصنع بتكلفة 65 مليون درهم بهدف إيواء العائلات السورية المتضررة جراء زلزال 6 فبراير. وفي شهر رمضان المبارك استفادوا قرابة 100,000 شخص من 19,371 سلة غذائية من المير الرمضاني، وتنفيذ خيم رمضانية في مناطق متعددة في سوريا لتوزيع وجبة إفطار صائم، وبدأت العودة تدريجياً إلى المدارس السورية، فتم توزيع أكثر من 10,000 حقيبة مدرسية وقرطاسية لدعم مسيرة التعليم في سوريا. عملية الفارس الشهم 2 من أهم صور دعم دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة للشعب السوري. إن ما تقوم به الإمارات اليوم من جهود يومية من خلال فرقها الإغاثية ممثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ما هو إلا تأكيد على رسالة الإمارات الإنسانية ونهجها الراسخ في مساندة الأشقاء خلال محنهم وحتى بعد انقضائها. اسمحوا لنا بداية أن نستهل هذا اللقاء بكلمة لرئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي السيد محمد خميس الكعبي ليطلعنا أكثر على جهود 70 يوم من عملية الفارس الشهم. جدد التحيي كذلك وتحيات دولة الإمارات العربية المتحدة قيادتها وشعبها الشعب السوري العربي الشقيق، ومبارك لكم هذه المناسبة الوطنية الغالية عليكم جميعا وعلينا كذلك نحن كإماراتيين وكعرب، ونسأل الله أن يديمها أعوام مديدة. أتحدث معكم عن جهود دولة الإمارات حيث أنها المانح الأول على مستوى العالم بالنسبة إلى الدخل القومي للدولة، حيث تربعت سنوات عديدة على المركز الأول كدولة مانحة وفي جميع قارات العالم.
بأمانة وضعت القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على عاتقها أن الإنسان هدف رئيسي أينما كان. مهندس سيسير تو يقول أن الدولة لم ترسل طائرات فقط، وأنا دائما أردد أن دورنا لا ينتهي في المطارات فقط، وإنما تسير رجال، تسير خبرات، تسير كوادر وطنية متميزة لها خبرات على مستوى العالم. فاسمحوا لي أنا أقدم لهم الشكر باسمكم. لا أبالغ لما دائما يقول نحن نعمل على مدى الساعة 24 ساعة ما عندنا إجازات، تركوا البلد، تركوا الأهل لدعم أشقاء المسلمين، فنحن معكم بأرواحنا قبل ما تكون بهذه المهن. هذه واجب من واجباتنا تجاه الإنسانية بشكل عام واتجاهكم بشكل خاص. عندما أطلق سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله عملية الفارس الشهم 2، كانت هناك فرق تعمل تحت قيادة العمليات المشتركة، وعلى مدار الساعة أؤكد لكم قبل ما نسير أي جسر جوه هناك فرق تعمل وما زالت تعمل إلى الآن. فدولة الإمارات منذ رصد الزلزال، سواء نحن كهيئة لا نحن الإماراتي الذراع الإنساني دولة الإمارات، منذ رصد الزلزال تم الرصد، تم تشكيل فرق، ثم جميع المؤسسات تحت قيادة العمليات المشتركة كنا نرصد الزلزال لحظة بلحظة، حتى سيرنا فريق الإمارات البحث والإنقاذ نفس ما شفتوا موجودين كانوا على الأرض وبذلوا جهود مع أشقائهم السوريين، ثم انتقلوا إلى تدريب وتسليم المعدات تعتبر الأميز على مستوى العالم الحمد لله. الكارثة الأخيرة التي تعرضت لها محافظة اللاذقية تمثلت في زلزال 6 شباط 2023، وقد شاركت جميع فرق ومتطوعي منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة اللاذقية ومنذ الدقائق الأولى التي تلت الزلزال بعمليات انتشال الضحايا، بالإضافة إلى إسعاف المصابين مباشرة إلى المشافي أو تقديم الرعاية الإسعافية الأولية في الموقع المتضرر إن أمكن ذلك. تلا ذلك استجابة كبيرة على مستوى المحافظة ككل بعد وضع الخطط ودراسة الاحتياجات والقيام بعمليات التقييم المناسبة من خلال غرفة العمليات، والتي تمثلت في إغاثة المتضررين المغادرين لمنازلهم نتيجة تهدمها أو تصدعها، أو لإغاثة المستضيفين لعائلات متضررة، بالإضافة لإنشاء مخيم متضرري زلزال في جبلة والمساعدة في تجهيز مراكز إيواء تقديم خدمات الإصدافة للمتضررين الزلازل. كل هذه الأعمال ما كانت لتتم لولا جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية ممثلة بالأمين العام للهيئة سعادة حمود عبد الله الجنيبي الموقر، ومساهمتها في إغاثة المتضررين من كارثة الزلزال التي كان لها أكبر الأثر في تخفيف وطأة المعاناة التي تعيشها العائلات المتواجدة في المناطق المنكوبة، حيث أنه ومنذ وقوع الكارثة الإنسانية كانت ولا تزال دولة الإمارات من أوائل الدول التي استجابت وبشكل فوري وعاجل للنداء الإنساني بطلب المساعدة الطارئة
نتيجة لكارثة الزلزال التي ألمت بنا، حيث ساهم الهلال الأحمر الإماراتي مساهمة عظيمة ومحمودة المساعي في تقديم العديد من المواد الإغاثية ومنها السلات الغذائية والصحية وعلب التمر والخيام والألبسة وحليب الأطفال ومياه الشرب المعقمة، والتي قامت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتقديمها للمستفيدين، إضافة إلى مواد الإيواء وسواها كتقديم وحدات سكنية مسبقة الصنع. كما قامت فرق الهلال الأحمر الإماراتي بدعم مباشر لبعض الفئات الأشد ضعفا بمشاريع مختلفة كتقديم معينات عينية أو كاش أو علاج مصابين. الرعاية الطبية والمجهودات المبذولة في القطاع الصحي لها الدور الأكبر في إعادة الأمل على محيا المصابين وذويهم. الجهود الطبية يستعرضها الدكتور هوازن مخلوف مدير مديرية الصحة في اللاذقية. بداية أنا بدي أتشكر دولة الإمارات العربية المتحدة لهالجهود الرائعة اللي بذلتها معنا خلال كارثة الزلزال، وخصوصا من خلال الهلال الأحمر الإماراتي. هذا الشيء الطبيعي اللي نحن دائما نتوقعه من الإمارات العربية المتحدة. الأسباب كثيرة، الأسباب يمكن بتعود لهي الصورة، هاي الصورة اللي هاي صورة القادة العظام، القائد الخالد حافظ الأسد والشيخ زايد الله يرحمهم جميعا، لبنت أول لبنة بالعلاقات السورية الإماراتية. والحقيقة كمان برجع أقول كمان ما في أي استغراب، لأنه اللي بعدها هي بتكون نتوجه بكل محبة وتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات حفظه الله والشعب الإماراتي والهلال الأحمر الإماراتي على دعم الشعب السوري في أزمته جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. دولة الإمارات دائما سباقة في العمل الإنساني والخيري، وهذا الموقف الشهم يؤكد عمق ومتانة ما يربطنا كبلدين شقيقين. من المعروف عن دولة الإمارات مبادرتها الريادية دائما ضمن المشاريع التي تحقق الدعم والمساعدة وإعادة التأهيل. نحن لاحظنا من بعد كارثة الزلزال مباشرة طريقة تدخل الفريق الإماراتي بالكامل مختلفة عن الآخرين. أولا تنم عن الخبرة، وثانيا وهي الأهم أنها تنم عن المحبة. فنحن من خلال فريق الهلال الأحمر الإماراتي الطبي زرنا بالأول المشافي جميعا، حطينا خطة الاستجابة السريعة أو الاستجابة الفورية، ومن ثم حطينا خطة لشيء اسمه التعافي. فمنلاحظ أنه البداية كانت من خلال توريد الأدوية والمستهلكات والمستلزمات الطبية بجسر جوي مباشر من الإمارات إلى مطار حميميم أو إلى مطار دمشق أو إلى مطار حلب. الحقيقة توزعت هذه المساعدات ليس فقط على مديرية صحة اللاذقية ومشافيها، إنما أيضا على باقي المحافظات السورية كاملة، إن كانت من ضمن المحافظات التي حل بها كارثة الزلزال أو لم يتحل بها تلك الكارثة. ولأن التعليم أساس بناء الأمم، كان له نصيب من الاهتمام والمتابعة من قبل عملية الفارس الشهم اثنان وحملة جسور الخير بزيارات يومية ومبادرات كان لها صدى على مستوى مدارس محافظة اللاذقية وغيرها أيضا من المناطق. نترك الكلمة الآن للأستاذ عمران أبو خليل مدير التربية في محافظة اللاذقية. أهدوا حقائب مدرسية لأبنائنا ولم تكن مجرد حقيبة وقرطاس، بل كانت رسالة محبة لأبناء سوريا وحرص على مستقبلهم وتعليمهم، وبأن جيل اليوم هو من نعول عليه لبناء سوريا الغد. تبقى كلمات الشكر لكم قاصرة يا منابع العز والشهامة والشجاعة أيها الفرسان، وتبقى كلمات الشكر قاصرة لكم قيادة الإمارات، حيث بلسمتم جراح بلادي اشتد عضدنا بكم. نعم، زادكم الله
من فيض نعمه وأعزكم وأعز الإمارات الحبيبة بقيادتها وشعبها. دمتم والخير والعطاء عنوانا أبديا لكم. يضيق الوقت أبو خالد. نعم الله يحفظك سلمى. وندعو أيضا قائد عملية أو فريق عملية الفارس الشام 2 في سوريا السيد علي المنصوري فليتفضل مشكورا، وذلك تعبيرا عن الكثير من الامتنان لجميع من ساندنا في تحقيق رسالتنا المستمرة بهذا التكريم البسيط أمام جهودكم الكبيرة التي بذلتموها منذ اليوم الأول للعملية.